صباح النور. المهم هذا فيديو روتين صباحي نشاركه معكم من الصباح. هذا الفطور ديال امير. اليوم اختي درت ليه جوج بيضات بلديين والفرماج والزيتون والزيت بلديه على الطريقه الشماليه. المهم هكا كنسولو واش بغيتي حليبه اولا اتاي خبز ولا كيكه. بهالطريقه جربوها البنات، واخا يكونوا وليداتكم ما كيفطروش كيوليو كيفطروا. انا كنديرها مع حتى في الحفاضه. واش بغيتي نبداو بالفرونسي ولا بالماس؟ كيقول لي نبداو بهادي. اما الا قلت لي جيب نحفظ اولا جيب نحفظ معاك اولا اجي تفطر، بحال ما كيبغيوش حتى همايا. جربوا هاد الطريقه، ديروا ليهم اختيارات، تبدا بهادي ولا بهادي، اوتوماتيكمون غيعزل لكم حاجه. مهم ضروري نفطروا اختي وليداتنا باش يمشيو مدرسه، حالين عويناتهم، الدماغ يكون هو هذاك مستعد انه يستقبل معلومات جديده. هنا البنات غنشارك معكم من بعد غتشوفوني نهضر معكم. صافي كان ملي كيمشي امير ليكول كنرجع شويه، اختي كيجي عندي اليكس هذا هو الوقيته ديالو، حيت ما كنشوفوش النهار كامل، كنشوفو غير في الليل وفي الصباح. هانتوما شوفوا معايا، خليتكم هاد اللقطات، كنت بغينا ناخذ غير لقطه صغيره مني شفتو مسكين شنو كيدير. صافي نشاركو معكم. وبغيت نقول للبنات اللي ما عندهمش مع المشاش اولا القطوط، انا كنحترم الراي ديالكم والرغبه ديالكم، ولكن نتوما خصكم تحترموا ان بحال دابا اليكس جزء من افراد فرد من افراد العائله ديالي، فهمتوا؟ حتى انا ما عنديش مع المشاش بزاف، ولكن هذا راه ولفتو هاد المشيش اختي، راه جا عندي كان باقي صغير وراه شي كيوقف ويطيح، يعني فريمون مربي عليه الكبده ديال بصح وديال الدار، وكيمشي لعند الفيتيرينير مدوز لي فاكسان ديالو، كيقطع ضفيراتو، كنحرصوا على النظافه ديالو يعني. واصلا شوفوا البنات غير باش نصحح لكم معلومه، بعض البنات كاين عندهم معلومه خاطئه، كيقول لك ناري عيفني دار لي، راك انت احساس ديالك هكاك، ولكن هو ماشي مقدور. القطط حاشا لله انها تكون مقدوره، بالعكس يعني ملي كنربيوها في الدار راه كتعيش معانا في الفراشنا في كل شيء، يعني في جميع اركان المنزل. غير بغيت نصحح لكم هذه المعلومه، ما غنزيدش نهضر في هذا الموضوع، غير هي صحوا المعلومات ديالكم، دخلوا قراوا عليها دينيا وعلميا، شنو الراي ديال الدين وديال العلم في تربيه القطط، فهمتوا؟ وانتم غتعرفوا بزاف د الحوايج، وانا ما بززت على حتى شي واحد زعما باش يربي قطه في الدار ولا شي حاجه، وانا ما كانش عندي ديك الفكره. ها انتم سمعني كنهضر عليه. فلهذا اختي راه عزيز عليا، راه كبيده ديالي ما تبقاش تعيره ليا. المهم قلت غير نشارك معكم، يعني نحترموا الاخر. بحال دابا انا حتى انا ما عنديش مع الكلاب ياك، ولكن الا شي واحد مربي كلب وداك الشيء كيعجبني داك التعامل، انا ما نقدرش نربيه ولكن كيعجبني داك التعامل، كنحترم الراي ديالو. صباح النور، مرحبا بكم معايا في واحد الروتين شتوي اولا روتين ديال الشتا صباحي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شكرا بزاف بزاف تعليقاتكم الزوينه والغزاله والفنه، المواساه ديالكم والتشجيعات ديالكم اللي خليتو ليا في اخر فيديو، وصراحه دائما يعني كاينين تعليقات لي زوينه بزاف بزاف. حتى انا اختي كنبادل لكم نفس الحب ونفس الشعور. شوف اختي البرد، لابسه بيجامه انتوما ولابسه البينوار. يلا غنمشي دابا نصاوب الفطور، يلا بنط من الفراش يعني فقط فقنا صلينا الفجر كنرجع شويه كنوجد الامير الفطور. عبدو ما كيفطرش هاد الايامات في الدار، كيفطر حتى كيمشي لاطولي عنده كيفطر. انا اليوم بيته معايا ماما، رجعت سكيت شويه ماشي نعس، غير بخشيه كان سخون عرفتو البرد. المهم غسلت وجهي، درت لا كريم ايدغاتون، ودرت شويه اختي حلقت على الحاله، المهم شويه ماسكارا باش يتحلوا العوينات. قديت يلا الفراش صافي، وحليت الشرجم باش تهوى الدنيا، وقلت غنمشي نصوب فطور، غنشارك معكم فطور. كنت غنصوب حريشه الساعه ماما كيعجبها البغرير، قلت غنصوب شويه البغرير ديجا مشاركاه معكم. المهم غنديروا الفطور وندوزوا معايا هاد الصباح. المهم اول حاجه كنديرها هي كنغسل وجهي، كنحك سنيناتي، ندير لا كريم ايدغاتونت، وصافي كنلبس عليا البينوار يعني ضروري البانطوفه. المهم هذا هو التوني ديال هذا البرد، ضروري الرجيلات يكونوا سخان والبينوار. حتى كنبدا كنتحرك شويه هكا في الدار كنسخن عاد كنقصو. بصراحه هاد القضيه خايبه حيت كيضربني البرد، كيضروني الجناب ديالي. علاش؟ حيت كنبقى بحال كنسخن كنعاود ثاني كنقص الحوايج. اول حاجه غنديرها هي البغرير، توحشت اختي البغريرات، هما ما عزيز عليها البغرير، كنت غندير البغرير هو الاول. ديجا مشاركه معكم ولكن غنخلي لكم هكا لقطات بالنسبه للبنات اللي ما شافوش داك الفيديو، مقادير سهله وكيجيكم ناجح. ماما كتفرج. بالنسبه للمقادير البنات، عندي جوج كيسان ديال السميده رقيقه ديال الحرشه، وجوج كيسان ونص ديال الماء دافي، ما يكونش سخون وما يكونش بارد يعني دافي. معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، نص معلقه ديال الملحه، ونص معلقه ديال السنيده الا بغيتو تحمر لكم شويه كامل لتحت. وعندي واحد خماره اولا معلقه صغيره، غنخليها هي الاخره
وشنو غندير؟ غنخلط كل شيء في الخلاط الكهربائي وغندير الماء هو الاول باش ما تهبطش ليا السميده. بسم الله. وغنطحنهم مزيان يعني واحد 3 دقائق او 4 دقائق حتى يطحنوا مزيان. عاد غندير دابا السميده. الا بغيتوا تدوبلوا المقادير اولا تضاعفوا الكميه ضاعفوها. شويه ديال السنيده مليحه ومعلقه كبيره ديال الخميره صافي. وغنطحن هادشي كامل مزيان. صافي راه تخلط مزيان الخليط ما بقاش كتبان ديك السميده. هذا هو السر الاول حتى تخلط مزيان. دابا غنزيد هذيك الخماره وغنخلط غير شويه بين ما تخلط هذه الخماره صافي ونطفي. صافي من صافي الخماره قلت لكم ما كتبغيش يعني تطحن بزاف. غنديرو في هذا لوبول ونغطي عليه واحد 10 دقائق ندوز كنطيب فيه. ملي كديروا ديك الخماره ما كتحتاجش المغرب يبقى يخمر بزاف. ملي غنعلي عليه خصني نلقى فيه دوك الفقاعات صافي راه خمر. ملي كدوز 10 دقائق كتقلبوا وكتلقاو فيها دوك الفقاعات صافي راه غتبداو طيبوه. بالنسبه للمقله البنات راه كل وحده كل مقله سبحان الله كيفاش الطياب ديالها. كاين اللي كتحتاج انك تبرديها بالماء يعني كل ملي كطيبي كل بغريره كتغسليها بالماء وتمسحيها داكشي اللي كندير انا. وكاين اللي ما كتحتاجش. المهم الصراحه هاد المقيله عندي راه كتلصق شويه وكاين عديت بها بحال بدات كتقدام وداكشي ولكن شفتوا القاضي الغرض الاولى انا شاركتها معكم. دائما الاولى ما عرفتش علاش كتجي ناقصه شويه حتى هي كتكالر ماشي معجنه غير ما كتثقبش بزاف ما عرفتش علاش كتكون واقيله المقله باقي ما عرفتش. المهم هذه الثانيه من بعد الثالثه نتوما شوفوا كيبدا زعما كيتثقب مزيان. المهم ديال الدار وزوين وبالسميده. شي نهار نشارك معكم واحد اخر بالفينو حتى هو كيجي زوين. غير انا كيعجبني هذا ديال السميده سبحان الله ما كيضر ما والو ما كيجيش معجن واخا يبقى حتى يومين ولا 3 ايام في الثلاجه حتى 4 ايام كيبقى زوين. كتغطيوه غير بفيلم اليمونتير كيبقى زوين بزاف وكتسخنوه صافي. غنكمل الكميه اللي عندي كامله هنا كنشارك معكم ها نتوما. وبالنسبه لذاك السكر الا بغيتو يجيكم محمر هكا شويه من التحت يعني الا ما بغيتوش ما كديروش كاع السكر ماشي ضروري. مهم هي الملحه الخميره السميده والماء والخماره صافي هادشي اللي كاين. المهم غنكمل الكميه كامله وغنصوب واحد البريل ديال اتاي ضروري كنقولوا البغرير المسمن ضروري كويس ديال اتاي خصوصا انا ملي كتكون بيت عندي ماما كنبغي نصوب لها شي حاجه اللي كتعجبها حريشات اولا بغرير اولا بعض المرات مسمن بالخليع حتى هو كيعجبها كتقول لي مسكينه بعدا كنرتاح شويه فاش كنجي عندك. حيت انا كاينه انا اللي بنت وثلاثه خوتي دراري كتعرفوا الدراري ماشي بحال البنات يعني كيعاونوها شحال من حاجه في الصخره يجمعوا مع الدار ولكن ماشي بحال كيديروا شي هوات راكم عارفين. يعني ملي كتجي عندي كتحس مسكينه بواحد الفرق. غدارين يا اختي غدارين. شوفوا انا البيته معايا ماما قلتها لكم ومعايا دنيا عرفت ماما كاينه وجات مسكينه باش تفطر معنا هكا وتشوفني. المهم راه ولات شويه لاباس عليها باقا مسكينه عيانه ولكن الحمد لله. غير كنجبد الكاميرا يا اختي كلشي كيسكت صافي سكتوا عيو. المهم يا اختي هي الطبيبه ديالنا المتواضعه ضروري من السوينيه ديال اتاي هي الاولى. هادو جابو مع عبدو والبارح زوينين عجبوني شوف كيتسدوا بحال هكا فنه. خداو عند شي واحد السيد كيبيع هادشي كيدوز الكريريسه. ها انتم يا اختي البغريرات شوفوا مهم ديال الدار جاو زوينين وصفرين بالسميده. وهذا هو الفطور ديالنا وغنفطروا بصحتنا وراحتنا. ماما ما تهضريش توحشوك. انا توحشتي. انت توحشتي وانا جاي نهضري معاها. نقلب الكاميرا نهضر معكم ماما. هيا ماما كتسولوا عليها حتى هي كتسول عليكم. كتسول عليهم. كي دايره لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بك. الله يخليك. ها دنيا تاهي لاباس عليها. علاش دورتي تما؟ اجي كتسحي حتى ماما. شو دنيا دورت خباتني انا؟ شوفي ما بقيتش انا كنبان. دنيا خباتني انا باش تجلس حدايا. خلي لكم الكواليس. صافي خليني انا هنايا. لقيت شي حتى ماما. بصح هنا مزيان عمتي هنا انا لا صافي خليني اختي خليني ايوا مرحبا فيكم. دنيا عرفت ماما مسكينه جاي هاي تلبس عليك والله الا سولوا عليك البنات والله قال لي كيف مسكينه
دارت مسكينه العمليه، مهم شويه غاده بشويه بشويه احسن من المره اللي فاتت. ايوا عرفت ماما كاينه قالت لي ضروري نجي نشوف ماما كتجي مرحبا بك. مشيت عندك، مشيت عندك اختي ولا مشيت عندك؟ جيتي شحال من خطره، شحال من خطره ياك الولاد شحال من شين. الله يجازيك بالخير ازين. شفتها مشيت عندها، مشيت عندها الصراحه في الكلينيك نخرج النهار الاخر اللي غتخرج فيه. مشيت معاها للدار وعاد مشيت عند انا وماما ودابا هي جات عندنا. مرحبا بها، مرحبا بها. هاك اختي بسم الله، هاك اختي بسم الله، بسم الله. والله الا توحشنا هاد الفطور. كنت شحال ديال البنات دائما كنصور لكم هكا ملي كيكون عندي تكون عندي ماما ودنيا، حيت ماما كتبات عندي لحد عقب الامير كتبقي تبقى معاه في العشيه وتبات لحد كيصبح الاثنين، ودنيا كتجي حتى هي الاثنين والخميس كيتلاقى كنقول لهم صافي غنفطروا مجموعين. والله الا توحشت الجمعه عند خالتي توحشت والجمعه عند ماما. كنت جي عندي انا الاثنين والخميس وماما كتمشي عندها الجمعه، يعني كنتلاقاو ثلاث مرات في السيمانه. يلا فطروا اختي مسكينه ديك السيده، خذوا البغريه. اه خالتي خديجه مسكينه الله يرحمها ويستر. بسم الله يلا بصحتنا اختي غنفطروا ونرجع لكم. قلت نشارك معكم هاد اللحظات التاريخيه، نوثقوا اختي هاد اللحظات الجميله. ما في اختي سكتي ودوزي معاها تتفطري، ما عندكش الجهد تتفطري. قولي كديري يا بنياتي صحاباتي حباباتي. الله يلا كيسولوك شحال كيبقيتي شويه؟ ساعه شويه باقا غترجعي للطبيب هنا شهرين. لا خصها تشوفي ديك الورقه ديال الطبيب شحال دازت باش نحسب لك شحال ديال الوقت. ولكن باقا كيضرو كثاف واخا الدواء داكشي باقي كلشي حيت عطاها الدواء شويه وانا عاونتها بفيتامين دي وبالكالسيوم. قال لي راه كالسيوم ما عندهاش عندها نقص ودابا غيخرج لها الترويض من ورا شهرين، يمكن مع الترويض والحركات عاد شويه غادي. حتى خالتي حيت خالتي كانت بحال هكا ملي دارت الترويض شويه شويه فات الحال. يلا كونوا كنتوا بصحه وراحه زوين تما. هنا كانوا عندي شي حوايج مهم طويتهم غنديهم نرجع كل حاجه بلاصتها ديالي وديال الامير وشي فوطات. كنت صافي هنا خرجت المعنات اللي فطرنا فيهم، غير كنعاود ندوز على الطبله بهذاك الماء ديال الزاج وكنمسح العود لتحت. اليوم ما غنصيق ما والو، سورتو ملي كتكون عندي ماما كنجمع ونطوي. غير كتشوفني كندير شي حاجه كتنوض مسكينه، كنحاول نجلس معاها وندير داك الشقه اللي خفيف، يعني داك الترتيب اللي خفيف. كنقولها صافي ما عندي والو. هنا كنصوب هادو الجويكطات ديال الامير، شي حاجه كانت مصبنه وشي حاجه عاد جبدتها ليه. هاد المنظمات كينفعوا البنات اللي تحت السرير هكا، خصوصا يا اختي مع هاد لي زابارتمون ديال دابا صغارين، ما كتلقيش فين ديري لا بلاكارات لا والو. انا باغا نزيد غير بلاكار ديال السبيبطاس من الفوق لتحت، والو ما كاينش، ما عنديش لي سباس فين نديرهم. وهاد المنظمات كنت خديتهم من شيئين يا اختي حبسوا علينا دابا، ما عرفتش امتى نقدروا نكومونديو. الصراحه زوينين بغيت نعاود ناخذ منهم. كديروا فيهم ملابس داخليه تقشرات هكا الوليدات كيتعلموا النظام. شوفوا البنات راه واخا ميتعلم، واحد السيده قالت لي عندي ولد وبنيته، واخا البنيته صغر من الولد منظمه على الدري. حنا ما نقدروش نعمو، ولكن اغلبيه الوليدات بحال هكا. الوليدات كيكونوا مشطونين باللعب بالاختراعات باغي يتحرك، البنيته كتكون سبحان الله عندها ميول ديك التنظيم كتقاد حاجه ديالها. ولكن حنا كنربيوهم على المدى البعيد، التذكير اليوم وغدا اليوم وغدا ضروري هذاك الشيء غادي يكبر معاه. يعني كيشوف كتنظمي اليوم كينعس على فراش منظم، الحويجات ديالو مقادين، كتنظمي لي كل حاجه كتعاوني. بحال دابا انا امير بيجاما غير كيلويها كنخليه حتى كيمشي، ماشي كنقول لا خليتها نطويها، كنقول لا طويها. هو بالنسبه لي راه طواها غير لواها، انا كنعاود نقادها من وراه صافي ماشي مشكل باش يتعلم. بعد مرات شحال من حاجه ما كيحطش بلاصتها كنعاود نحطها. الزربيه ديال الصلاه والقران كنحطهم ليها هكايا الفوق باش يبقى دائما يتذكر الصلاه، وخاصكم دائما تذكروهم اليوم وغدا. ماشي قلتي لي حاجه اليوم غير صبح غدا كيديرها، لا الدراري عز عليهم التماطل هادو هما هادي الحقيقه. وحنا الدور ديالنا يعني الله يصلحهم لينا ان شاء الله نشوفوهم احسن منا وكيف ما بغينا، والله يعطينا الصبر معاهم. الوليدات الصراحه صعاب وكيبغيو الخاطر. هنا كنصاوب الغدا، صاوبت طويجين المهم باغيت ندوش، قلت حتى نصاوب نحيد عليا بعد الغدا هو الاول. درت غير اللحيمات مع البصيله بقيتو كيتشحر الملحه والبزار سكين جبير. دائما كنشارك معكم طريقتي في الطويجين. صافي شي تشحر مزيان تيطيب زعما اللحم نص طيبه هكا، باقا ما درت لا ما والو. عاد غندير خضيره، المهم درت خضيره مخلطه اليوم، غندير خيزو بطاطا شويه اللفته وعندي مطيشة سوغيز والحم ومزيوده ضروري. المهم غنخليها تتقلى مزيان وغنزيد عليه الخضيره
وندير شويه الماء يكون طاي. الحيمه ترطابو دابا غنستف الخضيره ونرجع لكم. وها هي الطويجين ديالنا صافي. المهم استفت خضيره، درت شويه ديال الزيتون، شويه ديال الربيع، وشويه ديال زيت البلديه، وغنسد عليه اختي. هذا هو الدواء ديال البرد. منقولش لكم الطاجين كتخلطي فيه خضيره مع الحيمات وشويه دجاج، وهانتي تهنيتي. هنا كنوجد حوايجي، وهاد البلاكار ديالي هو خصو يتقاد، ولكن حتى الغدا ان شاء الله عاد نقادو. بسم الله صافي خرجت من الدار، دابا غنمشي نوصل ماما. المهم الطواجين اختي راه طاب، دوشت ما غسلتش شعري، يلا غسلته غير البارح، ولبست حوايجي وانا ماشي للخدمه نوصل ماما هي الاولى. ليك ماما نوصلك ان شاء الله. تمشي معايا الخدمه صراحه. دوزنا صباح زوين ياك. زوين عينا. بقاش تغبري 15 يوم السيمانه كتمشي، حيت ماما كتجي كل حد سايني سيمانه كنسالك. امير قال لي ماما خاصنا معاه، خاصنا مع الميمه. قال لي عادي في العاده. قلت لي شوف دوزت النهار مع ولدك، خليني راه غنمشي شويه غيدخلوا ينعس، خليني نمشي نبارك مع ولدي شويه. امير تقلق حيت ماما السيمانه اللي فاتت مسكينه كانت عيانه، كانت مريضه وما قدرتش تجي تبات معانا. قال لي مسكين وليدك، وليدك سيدي يدير العقوبه. قال لي انا مخاصم مع فلوسي اللي كانت مريضه. سبحان الله انا جداتي الله يرحمها تتحمق عليها. داكشي كيتعاود ياك ماما، كيبقى الحب ديال الجده بوحدو والله. كتقولي لوالدين هما كلشي، ايه ولكن انا الحب ديال الجده والجد راه بوحدو. منين جات الام والله مشكولي ولادها حتى بان جداتي شي مسكينه ديما كنجبدها وعزيزه عليها الله يرحمها ويرسلها. دوز مع ايام زوين كتبقى صغيره، كتقولي لواحد ما كيعقلش. لا ولفتها بزاف فاش كانت مسكينه، تهرست وشي خلينا كبرتي معاها ما عرفتش كانت قابله. ولكن انا ماما انا عاقله من الصغر، فاش كانت كتشد ليا يدي ورجلي تحنيهم ليا عقلتي. كانت كدير لي ديك بحال الشرويطه والثوب، كدير الثوب كديرو ليا في يدي، كدير الشرويطه في يديك بحال كتفرها كتلويها، كدير لي الحنه كتصبح حمراء وكيعجبني الحال. والصباح ما كتخلينيش نغسلها، كتبقى مسكينه هي كتقول باش باش كتقول لي باش تبقى حمراء ما خصكش تغسليها. كتبقى مسكينه هكا تفرتها ليا، ديني معاه للسوق وتعطيني كفيفه صغيره شي خيار وداكشي اللي كيعجبني. صاب المريقه البصله والزبيب وراه غير بصيله والزبيب تجي حلوه غير زوينات. كانت عندها اللذه في اليدين، كانت تحطيها زوين. انا عزيز على الخيار، انا فاش كنت صغيره كانت كنحمق على الخيار، كنبقى ناكلو هكا. مسكينه كتديني وتبقى تاخذ لي زعما داكشي بوحدي. وهذيك قال لي اللي شريتك تبغي ديالك ديريها في القفه ديالك. شرطان جا وخلاك واحد الخطره مع تيويه مع ايام الله يرحمها مسكينه علاش. شي واحد كيكون عزيز راه ما كيتنساش واخا كيموت، عمر الموت ما كتفرق، كيبقى معاك دائما، كيبقى معاك والله دائما تيبقى معاك العزيز عليك. كل واحد يدير الخير وكلشي فايت، كلشي فايت حتى حاجه من غير الخير. الخير باش يبقى انسان يتجبد بالخير. شوف انا مشيت طريق الخدمه صح نسيتي ثاني نسيتك. انا نرجع نحط الطاكسيات وسير. علاش نسيت في الطاكسيات ونرجع نشوف يوقع ليا. ما عدبتيني ما والو نرجع نرجع. مشى على الحال ماشي مشاش عليا الحال، واقع عليا الحال. شوش هذيك انت الاولى اختي نحطك انت هي الاولى. خاصة ما نعرفش الطبيب يخلص مالك يقول لك شي حاجة. الله يخلصهم عليا حتى واحد. نمشي في الوقت ان شاء الله ان شاء الله. ايوا شتي بقينا نهضرو ونسينا الطريق. لا لا تيني انا انا حافظة حافظة طريق الخدمة. ورد معاك البانة خاطر شديت طوالة درت على واحد ستوب بقيت ماشية طوالة. لا خاطر ان شاء الله ندير معاك البانة. الوالدين والله انا كنشوفو كنتفكر المهم يرحمها مسكينه. داك السهره ديال البارح كنت حسيت بزوين بغيت نبكي. انا شغلنا على المهم ما تفرجتيش فيه على المهم. لا انت البارح لا والبارح البارح السبت يوم الاثنين البنات بدايه اسبوع موفقه اللي جايه حتى نهار السبت في الليل نهار السبت. هذاك سميته لا دابا داروا السهره السبت وكيعاودوها الحد. انت تفرجتي فيها الحد ديال الرباطي ديال الميمه. ايوا بغيت فلوس ما بغيت الدنيا، بغيت على المهم تبقى حيه ليا. الله تركيزه الله يسمع عيد النيه تبقى ورا بصح الهضره على المهمه على المهم كنحماق عليها ورا كلشي. شكون دابا اللي ما كيبغيش؟ واخا شوفي واخا كيكون والدين صعاب نهاجي وداك صراحه كاينين شي والدين كيكونوا صعاب زكريا كيكون التصرفات ديالهم قاصحه ولا ما كيبينش، ولكن شكون اللي يفوت والديك؟ ما كيبقى والديك والديك ما يبغوش حاجه خايبه. بعد مرات اللي كيوقع انهم كيعرفوش يعبروا على داك الحب، وهذه حاجه خايبه. الانسان خصو يعبر بصح والله كلشي فايت. نربي في وليداتي شي حاجه اللي زوينه كاينه كيكون
مجهدين في كلهم مجهدين. لا نربي راه كيما عندنا حق على الوالدين عندنا حق حتى على الدراري. بصح خصنا نشبعوهم حب وحنان نوصلوا لهم داك الحب وحنان والعقليه ديالهم. ماشي حيت انت ولدي ولا بنتي صافي انا ما نقولش لك خصنا نبقى نحكم فيك ونبقى نغوت عليك. بحال دابا انتي كبرى كيبقى باقي لك بحال خوتك بحال خواتك يلا اختي يلا بحال دابا عادل معنايا بحال ماشي ولدي بيناتهم خويا الكبير كيعاود ماما وكلشي حتى هي كتحط عليه الراس واخا هكاك شويه شويه ماشي اسمعي ما شويه هما كلشي ولاد عزعيم ولكن شكون اللي كتهضر معاه زعما انا كتعاودي ليا كلشي عادل كيتقرب مني بزاف كتخزني عليا شي حاجه تعادي بحال هكاك كتخزني عليا شي حاجه ما خصها حط لك تعادي مسكين بحال كتخزن عليا والله حتى كتخزن عليا انا كتخزنت عليك تخزني عليا من تكوني عيانه باش تقولي عليا واش نبرصتك وانا نبرصتك حتى تيمي والله خصني نعرف لا علاش نوقف معاك ونجي نشوفك خايبه ما نبغيش نقول لا لا عادي علاش انا كنقول لك كنقول علاش انا مشكله مسكينه معايا لا لا بالعكس شوفي العائله هي اللي تخاف من بعضياتها يعني لك تي ما تعاونيش داكشي الخايب غير في الزوين لا خصني نوقف معاك في الفرح وفي الفرح ما نقصتش لك شي حاجه كاع عرفت كتخزنيش عليا ما كتبغيش تبرزطني مسكين واش نبرزطك لك انا ما كنبغيش نبرزطها واحد المره كان عندي واحد المشكل ما بغيتش نبرزطها عرفتي جات تشوفني كتقولي لا 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 خصني ماشي هي هذيك شنو راه غير كيحسوا كتقولي لي وجهك ماشي هو هذاك عقلتي ماما هذا كيحس سبحان الله كتبغيش تبرزطي انا ما بغيتش نبرزطك انا اختي ايوا لهلا اختي عليكم والديكم انتم تهلاو فيهم قولي ماما شنو يديروا تهلا في والديها شي والدي باقيين حي تهلا فيهم اللي مخاصم مع والديها تقعد بلا مش تراجيم هذا الشيطان اللي كيدير بحال هكا كاينه ديري انت الاولويه وسيري عندهم لان الوالدين بوحدهم ماشي بحال الصحاب كيبقى والدين خا يديروا اللي داروا غير كيبقى والدين ياك الخوت هما تصالحوا مع خوتهم اللي عنده خوت مخاصم مع يتصالح معاهم اللي مخاصم مع اختو يتصالح معاه هكا هاد البنت مسكينه كتقول لي انا سنين ما تهضرت مع اختي على قبل مرتو مع خويا على قبل مرتو انا واحد البنت بحال هكا كاينه حتى انا واحد البنت مسكينه واحد البنت كاينه برا ما كاينش هنا قالت لي اختي مخاصم مع خويا وقالت لي بحال هكا شي 3 سنين قالت لي انا صاحبتي حتى انا والله قالت لي راه مسكينه كتفرج فيا قالت لي زعما الله ياخذ الحق فلي كان سبب بسبب مراته وسطت لي شي هضره شي والدين شو ما شوفوا كيبقى الاخ اخ سمحوا لينا محافظ خويا انا على قبل مرته لا ولا شوفي هذه كتبقى بنت الناس هي عز على والديها الله يعاونك تبقى مرات خوك يعني ما تفاهمتوش خويا لا الام كتبقى ام الاخ اخ الاخت اخت الزوج زوج والزوجه زوجه انا نقدر ما نتفاهمش مع عائله راجلي ولكن ما نفرش على شي حوايج اللي خايبين شوما ما نجبدوش بالخايب وتا هما هكاك اذا نقدروا ما يبغيونيش ولا ما يتفاهموش معايا بحال هكاك انا ما عمرني ناخذ راجلي بذنوب خوته ولا خواتاتو فهمتي الا كانت اخته ما مزياناش داك الراجل شنو دار لك ما دار والو شنو دار لك والو ما تفهمتيش مع بعد المرات نقول لكم واحد الميساج والله بعد المرات راه ماشي انسان كيكون خايب راه غير كيكون شنو نقول لك كتقدر تكون العدوزه مزيانه ومرت الولد هي مزيانه ياك ولكن ملي تلاقاو بجوج ما تفاهموش صافي ما تفاهموش خصهم تيقار ماشي بهذا الدليل ان العدوزه خايبه تيقار او الحامات خايبه تيقار عزاز ياك حتى دابا ماما تقدر ما تفهمش مع مرات خويا مثلا ما غنقولوش راه مرات خويا خايبه ولا ماما خايبه يقدروا يكونوا بجوج زوينين ولكن هما بجوجهم ما تفاهموش اذا انتقار على حساب داك الولد حنا خصنا نعطيو انتقار على حساب داك مثلا ولدك حيت باغا يعيش مزيان وتا هي بحال هكا تعطي انتقار لعائلته حيت كتبغي راجلها هادشي اللي كاين يعني هذا ميساج والله ميساج عام مثلا ماشي كنقول هضر على شي واحد ولا هذا ميساج عام ما تبقاوش تاخذوا واحد بذنوب الاخر فهمت مثلا انا يا راجلي اختو ما مزياناش ما تقولوش انا كنمعني انا راجلي راه ما عندوش اختو عنده اخوته دراري مثلا انا راجلي اختو ما مزيانش اولا انا ما تفاهمتش معاه ولا ما كدوش ليا من هنا ولا شي حاجه شنو ذنبه هو يلا نهار الاول تزوجتي به هو ما تزوجتيش باختو اولا بامو صافي تيقار زمين راه بعد المرات باش نقول راه ماشي كتقطعي صلة الرحيم ولكن الا كانت هذيك الخطابات وداك المشيان داك الهضره في التليفون غير تزيد المشاكل راه اللهم شديتي قارك انا ما كنشوفهاش انا قطعتي صلة الرحيم لا حيت ملي كتشديتي قارك النفوس كتبرد تقدروا من بعد تهضروا تقدروا من بعد تصالحوا تقعدوا بلا وحده كتحدي المشكل ماشي كتبقى كتلاقي شافت فيا لا راه ما شافتش فيا مزيان ما عاملتنيش مزيان فهمت كتولي واحد الحساسيه لا راه ما بغاتنيش تجي عندها ما بغاتنيش نمشي تجي عندي كتولي واحد الحساسيه خايبه وكيكبر المشكل كتقهري هو مسكين لا راه غير ضحكت معايا هكاك قدامك فهمتي هكاك كيوقع عندنا مشاكل ولا لا راه ما عاملتنيش مزيان
داكشي لا هما يوقع شي سوء تفاهم الانسان يخلي الامور تهدى الانسان بنادم يبرد شويه وديك الساعه كيتقطع المشكل ما كيكبرش كيبدا بنادم كينسى كيبدا ينسى كيقدر بنادم مع الحال ماشي الا بقيتي انت دائما عايشه فداك المشكل كتولفي نهار هذيك ما كتحمنيش عشان عطيها تعطيني انا راه ما عنديش ما كيبقى حاقد بنادم انا ما عنديش ما مع داكشي عطيني نعطاك صافي خصوصا شي وحده كنعزيز عليك وضرك كنشد دائما رجلي وفمي صافي كنقدر نتعاطى مع هذيك الساعه يعني نقول الا درتي ما نفوتش معاه داك النهار ولا يومين ولكن ما نبقاش ما نبغيش نبقى زعما كل مره الا بلاتي عطاتني انا غنعطيها يعني ما كنبغيش لانكم واخا ما عرفتش شنو يوقع راكم جلستوا في طبله وحده ونعستوا فراش واحد تشاركتوا الدم تشاركتوا الاسرار يعني الواحد يدير شويه على وجه الدم انا خواتاتي دابا كنمشيو شويه ولكن من يدوا الحمد لله هاد السيمانه والله حتى تفاجات عليا اه واش عجبك الحاج شكون كيبغي يقطع الهضره والله حتى من يدوا تسمى سوء تفاهم كيوقع والله حتى فرحت انا بعدا اه سوء تفاهم كيوقع الانسان غير يبعد ولادك وتغيري معاهم صافي كي صار نتا ما تغيرني معاهم وحنا ماما ملي كنا عايشين في دار وحده انا وخوتي ما كناش دائما كنضاربوا كلشي هكاك فين كنتو كضاربوا ما كنتش كضاربوا دائما كنصغار فاش كنا صغار راه كتلعبوا هذاك ايوا دابا هذاك عندك لعب حنا عندنا غوت ولعب لعب هذاك راه قال لك هذاك يعني الخوت الصومه ديال الخوت راه محبه اه سبحان الله كنا دائما شي خوك تخاصمي معاه ولا اختك كتبغي هو كيبغي اما ملي كبرنا ملي كبرنا كترجع بالمحبه ماما ملي كبرنا هذاك الشيء كله جا محنا ولكن كنتوش كتخاصموا كنتوش كنا صغار بحال المش مع الفار كنتو صغار كنتوش كنا صغار دابا هي عندها صغار لا انا وشوفي انا وعادل وانا وعماد خصوصا عصام انا ما دوزتش معاه كان هو الصغيور حيت كان صغير عشت كنا كنديروا ولا انت كنتي كتكون شقاي حنايا محيحين في البيت كتلعبوا لعبة هذاك الشيء لعبة هذاك ماشي خصومه هذه يعني بغيت نبين لك شوفي داك الشيء كله لما انا حقدنا على ديالنا الصغار هذاك الصغار كلشي كيدوز قالت ماما ملي كتكبري كيبان لك داك الشيء يلعب ومني كبرنا العكس اه والله كلشي رجع بحالنا خرج كترجع محبه كلشي اي واحد ولكن حيت ماما ما كانتش دايره فاق بيناتنا الصراحه ماشي بحال بحال وانا كبرت زعما ماشي كبرت زعما مفشه ولا حيت انا بنت وحده لا ماما كنعتبرهاش بحال بحال كلشي كتعطينا حق واحد كتبغي حنا كاع وليداتنا بحال بحال ما نديروش فرق بيناتنا حرام داكشي كتولي الغيره من بين الخوت ملي كيكبروا كتولي الغيره واخا حنا ما عندناش ديك الغيره الحمد لله رحمتنا الله وشكرنا شنو قلت لك حيت نسيتي حيت نسيتي كبرتي لها كاع اش هذوك الغيره ولا الحسد ما عندناش الحمد لله كلشي رجع محلنا والله عرفتي انا خوتي ما عطاوش مع شنو ندير عليهم والله حتى ما يسمى كلشي كيبغي كلشي عزيز عليها كلشي الحمد لله كنت حتى معاكم اختي كنت حتى معاهم انا كنت قلت لكم البنات كنت عاونت ماما مني بغات تاخذ الدار يعني عاونتها بواحد المبلغ اللي زعما يا مبلغ مهم وكانوا بزاف الناس كيقولوا لي ولا خاصهم يكتبوا معاك غدا ولا بعد غدا ماشي الوالدين لا قلنا ماشي بصح لا علاش على الوالدين راه الوالدين الخوت ما خصش تكون دابا ولا داكشي ديال خوك ينكرك ولا هو اللي قرب داكشي ما زوينش ما زوينش انا راه بحال خوتي بحالي انا فهمتوا مادام انسان عطى صافي راه عطى والله بحال بحال يعني ما خصش تكون دوك الحسابات فهمتوا انا لا ما درت هكاك خوتي كيفاش غيشوفوا فيا لا من بعد كيفاش غيشوفوا فيا خوتي ما تيقاش فيهم تبدا العلاقه كتخسر ايوا صافي اختي سيري الله يسهل عليك الله يعاونك الله يديك على خير الله يلا اختي نمشيو للخدمه يلا بسلام ما نسيتي والو ما زديتي حتى حاجه ما عندك والو عندي لا ما عندي والو يلا بيزو بسلام حبيبه ايوا يا اختي عفشي عليك في شنطتك تحتات معكم اليوم انا وماما دابا هذه الهضره كنكون كنقول انا وماما واليوم اختي انتما حضرتوا ليها قلت لكم كانوا كيقولوا لي لا خاصك يكتبوا معاك انا ما ماشي شغلي زعما غادي ما كنتمناش انه يوقع شي مشكل بيناتنا ما كنتمناش فهمتي لا بيناتنا لا بين الخوت لا حتى شي حاجه لا راه غدا ولا بعد غدا عارفين كاع كنتم عارفين في الهضره هادشي هذيك النيه السيئه هي كتخسر العلاقه صافي انا نويت نعاون دارنا ونعاون تخوتي صافي انا هذه هي نيتي ماشي خوتي انا زعما لاقياهم في الزنقه ولا عادي حتى هنا بحال هكاك فانا لو وقفت شي حاجه على شي حاجه خويا تا هو غيحيدها من راسو غادي يعاونني بيها ولا كنصلي مرات الله يستر ولا خاصني واقفه شي حاجه انا عارفه خوتي كيفاش دايرين اذا الناس ملي كيبقاو يقولوا لك افكار اللي ما زويناش كتخسر العلاقه لانني اصلا كتكوني انت عاطيه ماشي سلف انت عاطيه نسيتيهم دابا نسيتهم فهمتي عطيتكم غير مثال
مثلا تقدري تعاوني خوك يشري بارتما ديالو او يشري طوموبيل، ما كتسناش انه يرجعها لك، لان ماشي السلف. السلف حاجه واحده اخرى، الا سلفتي حاجه واحده اخرى، الا سلفتي لا، الا سلفتي تقدري ديري زعما مثلا تفاهموا او لا تكتبوا ورقه او لعند النوتير عادي، كتحمل الحق ديالك ما كاين فيها حتى شي مشكل. ما بغيتيش وكان زعما كاين الثقه بيناتكم عادي، هي ما ماشي زعما ثقه، غير هي كيبقى كل واحد كيحمي الحقوق ديالو. الا كان سلف وشي مبلغ مبلغ كبير، اما الا كانت عطيه انت عطيتي زعما انت عاونتي صافي، علاش اصلا ما كتسنيش، ما كتسنيش المقابل ولا كتسني غادي يرجعوا لك شي وقت. ايوا هادشي ما كان مهم حبيباتي، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنت مشاركه معكم روتين صباحي وكملناها بدردشة مع الميمه ومعايا. دابا غنمشي للخدمه وصافي هادشي اللي كاين. عبدو راه غيجي يتغدى، داكشي علاش صوبت طويجين، انا ما ديتش معايا طويجين، ماما البارح جابت لي اللوبيا كنصوبها وهزيت معايا شويه هي باش غنتغدى، وطويجين صوبتو لعبدو مني يجي يتغدى بيه، ولا بقى غادي يجي امير زعما في العشيه هكا الا بغى ياخذ منه. المهم الطويجين كيتكال سبحان الله، ماشي بحال المرقه في الكوكوت كتقدر تبقى، اما الطاجين كيتكال. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، السلام عليكم وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. هاد الايامات راني كنحاول نصور لكم زعما كل نهار حاجه، والويكاند ان شاء الله نديرو شي فلوغ، هادشي ما كاين باش ما تملوش زعما من دائما الروتينات. سلامه.